السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، حلقه جديده من برنامج ايام الناس. اليوم راح نكون وياكم بالشورجه وبشارع الرشيد والقلب شيريد. شلونك؟ شلونك يا حمام؟ بخير. عم انت بخير؟ الله يحفظك. ان شاء الله كريسمس خوش. كريسمس ان شاء الله. سنه سعيده. الله يحفظك. شلونها كانت وياك 2023؟ بس افتراضي. جدا جيده. هيك من يا ناحيه؟ بس من كل من ناحيه خدمات. اي نعم. زين، وعلى المستوى الشخصي؟ اول يعني الخدمات يعني خلي اخذ منك تقييم بنسبه ايش قد قابل عليها؟ انا بالنسبه لي شخصيا قابل عليها بال 80%. 80%. 80%. نعم. شنو بالله اللي توفر يعني من خدمات المسجد؟ يعني سؤال، حتى انت لحد البارحه هذا جسر القراعات هذا ايش قد مهم؟ ما بين الكاظميه ولا تزور هواي، طرق هواي، خدمات كذا. بالنسبه للرجل السيد السوداني يشتغل، صح، اشهد ما بالله يشتغل، ونسال الله ان يوفقه في عمله ويمشي عمله. يعني مثل شخصيه السوداني، نعم، قدم الرجل، قدم من وجهه نظر هواي ناس قدم السوداني. يعني ممكن احنا هيك شخص خلال الفتره الراحه من 2003 لحد الان ما حظينا بهيك شخص مثل السوداني؟ لا ماكو. كلهم يعني اللي سبقوه مو مثله؟ لا ما مثله. رجل شريف ومتجه للوطن وللناس. زين، بخصوص مجالس المحافظات، بما انه صارت انتخابات، هاي مجالس المحافظات ممكن انه بكل محافظه يعني بعد ما الحكومه المحليه ممكن المشاريع تنهض من جديد. ان شاء الله. مشاريع تتغير، اكو امل بها؟ ان شاء الله بها امل. زين. امل هي مساندتنا، بتعاوننا، بتكاتفنا، كل شيء يصير. كل شيء يصير. شلون 23 وياك على المستوى الشخصي؟ ان شاء الله كله زين. بالنسبه لك حققت. شوفك انت بخير، انا بخير. انا بخير، انا ما معنى الحكي. هاي الناس الحلوه. انت اطيب. طبعا بخير. انت اطيب. بس اللي جاي اقول انه على المستوى الشخصي، انا مثلا 2023 حلو علي، كان وايد اشياء حلوه. هو كل انسان متعافي واموره ماشيه وقانع بلاده، هو ملك. اي والله. صحه مشكله يعني، تدري يعني واحد يمشي عنده صحه. طبعا. اذا وقع بمشكله كبيره. الامام علي عليه السلام يقول نعمتان مجهولتان، الصحه والامان. الاثنين موجودات ان شاء الله موجودات. طيب مش عجب هنا؟ والله تمشى بين يومية لا بين فتره وفتره. والله تمشى بالرشيد هنا على طول؟ اي دائما تمشي. ليش؟ لان لطيف وقديم تراثي ناس. ايه. بس اليوم هذا الرجل وطني الله يرحمه، وطني. احنا ما صايرين فيه لكن هن يسولفون. ما لحقت عليه؟ لا 62. هو 63 قتل. 63 كان عمرك 3 سنوات. سنه بس قدم، تدري مشاريع على حد الان الناس تطرح وطني الرجل. يعني هسه عبد الكريم قاسم مثال لكل الناس اللي تعمل بالسلطه. وطني رجل قدم، سوى مشاريع لحد الان خادم المواطنين. شفت تذكاره وناس الناس تترحم له، تجون يشربون شايات. الله عليكم. والله اخوي يسوي هذا محمود. محمود يسولف. اي اخوي لا هسه يشربكم، لا ماكو غصب يشربكم. لا احنا ما نحب غصب. اجيب لكم شايات اللي جاي. لا عوافي. والله العظيم. والله عوافي. نشرب شاي؟ تعال اشرب شاي. خلينا نتمشى منه، بس خلي يجي على اللاوي قدامنا، علي تعصر منه. شوف شاي شلون. انت تحب الشاي مبين. اي. هم العراقيين ليش يحبون الشاي؟ بالشتاء. بس بالشتاء؟ هو ماده منبهه. ها. ودافي. الدول العربيه اكثر يحبون الشاي، مصر والعراق. مصر والعراق. بس هو الشاي العراقي حتى يختلف عن باقي بلدان. المصري لازم ثقيل. المصريين يقولوا لا هذا وصلحوا يعني ثخنه. احنا ما نحب الضخين، ما نحب الخفيف. لذلك انه العراقيين يشوفون مدمنين على الشاي. صح لا مو صح؟ صحيح. ايش قد باليوم تشرب معدل؟ والله ما بين الشارع والبيت حوالي فوق القوري. ايوه الصراحه حلوه. عوافي. تدري انا هم اشرب يعني بدون 5 دكاين عادي. محمود شوف الوجه جاي يشرب محمود ثلاث شايات. تعال كابتن. تعال ابو شاي بشرفك، تعال نسولف. محمود شلونك؟ شو اخبارك؟ خلينا نجي لمحمود. احنا طبعا الحجي وين ما صورنا وياه قال انا متعود اشرب شاي يا محمود. شلونك؟ الله يسلمك. انت بخير؟ انت بخير. سنه سعيده. شلونك؟ كانت وياك 23؟ هذا الايام يعني وشنو؟ يعني السنه بشكل عام. والله تعبان. من يا ناحيه؟ انت هسه تودي شاي ولازم ترجع لنا تصب لنا واحد شاي. يعني احنا الشاي ما منعوفه. صب لنا شاي هسه واحد. شلون كانت وياك؟ والله تعبان ابو علاويه الاوضاع كل شيء يعني ما صار وياك شيء حلو في هاي السنه؟
والله يعني انت شو تقول على هاي السنه فيها خير؟ هسه احنا بالنسبه لي انا والاستاذ ممكن صارت اشياء حلوه، والاستاذ من وجهه نظره قال ممكن على المستوى العام لقينا تغيير، لقينا مثلا جسور طرق اكو مشاريع. طبعا على المستوى الشخصي عنده انجازات، قال ما دام صحه وعافيه عندي فالاشياء زين، انا احب قليل شكر. قليل شكر اي زين، فانت صار وياك. والله يا ابو علاوي انت تدري يعني احنا كسبه دائما متعوبين. متعوبين؟ اي متعوبين كل شيء يعني اقتصاديا، شغلات يعني كل شيء، يعني كل شيء اي ناحيه. زين قصدي؟ اي وشنو اللي تحتاجه؟ عفوا يعني بعدين نصبه مال العجل. يعني يعني شويه يعني لازم يعني لا عفوا عفوا بعدين نصبه. بعدين اصبه؟ اي شنو اللي تحتاجه؟ باوع لهنا. اي نحتاجه يعني شويه يسهلون ويانا. من يانا؟ ويا كسبه. انت عندك رعايه؟ لا ما عندي والله. زين محمود اذا ما عندك رعايه وتريد يسهلون وياك، هسه الناس يعني كحكومه ككذا جاي يمشون الاشياء، ينطون كله صاعد المواد هذا شخص. انت حدد لي شنو اللي تريده. اريده يعني والله شوي يعني نوع واحد لازم شوي يطور حاله، يرتب اموره شغلات. يعني هاي على عاتقك الشخص يعني المفروض على الدوله، يعني لازم ترتب اموره ويا الشعب. خما تظلي يعني الحكومه على تكبر. ايش قصر لك هنا بتفهم؟ انا صار لي هواي فوق ال 25 سنه بس ماكو يعني فد شيء يعني يحركك، يعني ماكو فد شيء يحركك يسويك يعني ترتيب شغلات. ما قدرت تغير الشغل؟ لا ما شغل تعبان ووضعيه تعبانه. ما اخاف انت تعودت مرات واحد متعودت. مرات واحد ما يقدر يتجرأ لان يعني متعود. انا ابسط شيء اشتغل الشغله ماكو، اضطريت ارجع لشغلتي. ما يعني حاولت تعوفت؟ اي بس شغل تعبان، لازم ابقى بشغلتي. لازم المصرف بيتي يريد يعني قشي، لازم اقشف بس مصرف لازم يويه فات 25 20 اي اجار وشغلات. وصيتك اياها؟ اي طبعا اي بس هي شنو الموضوع؟ يعني هسه العالم كله تشكي يعني الحماميل حتى يعني حتى يعني حتى الموظف دي يشكي. الموظف مات اي لا شيء لا فعلا. يعني البارحه تصور ذا اقول لك الكذاب، البارحه اخذت ثلاث بيضات ب 1000. اخذت ثلاث بيضات ب 1000 دينار. رحم الله امك وابوك. جيت على بالمحل قال احنا عندنا قديم نبيع لك اياه باربعه بس باكر نبيع لك ثلاث يا بليش. قال البيض الطبق صاعد البيض شغلات تزيين. وهذا الحل شنو الحل؟ يعني المواطن الفقير يوقع بيها مو صحيح؟ يعني احنا الكسبه ها على قد يعني يوميتنا. تعبتني محمود هواي تروح وتجي يعني تعبتني. ها ايش بيها المي شو تسوي؟ المي مقطوع. المي صار له تقريبا حوالي اسبوعين اكثر شهر. اي مو مي ما عندي. اذا هذا لازم انطر اشتري مي. شنو مي؟ اي اشتري مي دبات. هم قالوا يومين راح ينقطع المي. اي اشتري دب. عندك علم؟ اي عندي علم يعني بس جاي تخزن. مو اذا عزل وين اروح انا؟ اما على باب الله وهذا ومعامل عندي وهذا مرات. تشتري مي الو؟ مي الو اي والله اشتري مرات نجيب منه مرات. اذا هذا سوق فارغ اليوم. ما اعرف شو يقول اسعار الدولار نازل ووضعيه زينه. ليش اليوم الدولار؟ يقولون 152 53 ما اعرف. يعني اليوم بدايه اسبوع مو وبعد وقت يعني ليش الشارع فارغ ناس؟ يعني الساعه بالعشرة تقريبا بالعشرة اكثر بالعشرة يعني بالعشرة يصير ب 12 ونفس الحاله. يعني ما اعرف يجوز اكو شيء للشعب يعني مفاجاه. لا يابا يعني اكو شيء مفاجاه للشعب بلكة التعيينات للذول الخريجين بلكة الله السوداني بلكة الله نشوف خير من وراه. مو صحيح؟ هو زين هذا الرجال صح. هذا السوداني قدم ايه زين يعني دي يشتغل والله. يا محمود بسؤال اخير خلي حتى ما ادو تشتغل تعلم الناس من بين الرؤساء اللي مروا على العراق رئيس الوزراء يعني من 2003 لحد الان من افضل رئيس وزراء هسه حاليا؟ والله هذا السودان هسه دا يشتغل. السودان زين. افضل واحد اي افضل واحد. واحد ما بعد 2003 اي دا يشتغل وكان زينه وامان اهم شيء الامان. امان اكو بالعراق انتهى. طبعا شوف كل شيء مرتبط بحياتنا الامان مو بالامان بالحكومه. بالحكومه طبعا جاي تحكي كل الاشياء حكوميه لان هي لازم الحكومه تطور الشعب. لازم الحكومه تطور الشعب. اتمنى لك التوفيق محمود ونشوفك بخير. اذا المشاهدين الكرام يعني حياة الناس اللي موجودة هنا ناس قابلة على رئيس الوزراء وحلو انه اليوم من نشوف الشعب قابل على حكومته رغم انه هذا الشعور
افتقدناه من سنوات، لكن اليوم من نشوف الناس قابلة على أداء الحكومة، قابلة على رئيس الوزراء، باعتبار قدم ولو ما قدم هواي أشياء نحتاجها بعد، لربما يجوز قدم 18 أو 15%، لكن مع ذلك الناس لمست يعني بوادر خير، لمست تغيير، ناس قابلة اليوم على هذا الموضوع، لكن رغم هذا تبقى الناس أنه حياتهم مرتبطة وبشكل كبير بالجانب الحكومي، باعتبار أنه كل الأشياء حكومية لازم تصير هنا. خلينا نشوف الأشياء. صباح الخير. صباح الخيرات حبيبي. سنة سعيدة. الله يحفظك ويخليك إن شاء الله. أنتم بخير إن شاء الله. أنتم بخير. لا أنتم بخير. سنة سعيدة. أسعد الله. شلونك عمو؟ بخير، نعمة من الله. الأشياء صار وياك ب 2023. والله ولحد الآن ماكو شيء، بس أنا أقول لك بتي تقدم لها شاب إن شاء الله من الخيرين. أيوة صارت القسمة وأنا فرحان لهذا الشيء. يعني شيء جميل واحد يشوف ثمرة عمره. انه بدت يعني بدت ثمره جديده بالحياه ونبته جديده وان شاء الله تنمو وتنمو بالخير. يعني انا اعتبر هذا الشيء اللي فرحني ب 2023. الله يحفظها لك. جاي تحكي بحب وحنيه. اي طبعا يعني ست ان شاء الله. البنيه ورده مالها الله. البنيه يعني ايش قد ما تتصور، قلت لك هي من ثمره العمر. الولد الرياح من تجي يقدر يصمد قدامها، بس البنية إلا تتكى على أبوها، من تتكى على زوجها والحمل ينزال عن أبوها ويشوفها فرحانة، هذا كافي بالنسبة لي. أحس أديت رسالتي بالحياة. رب إن شاء الله يوفقك. الله يحفظك. ورب إن شاء الله يسعدك على هاي الحنية اللي عندك. إيش كم وحدة عندك؟ عندي اثنين. ثانية زوجة؟ لا ثانية دكتورة تكمل. إيه إن شاء الله. وهاي مشت إن شاء الله. فرحة الولد لو البنية بالزواج؟ لا الولد. طبعا هم يعني الاولاد شقي واحد، بس فرحه الاب بالولد اكثر من البنيه. زواجه؟ بزواجه طبعا. عندك ولد زواج؟ لا والله يعني على ديم صف سادس علمي، بس الله يكون هذا تمشي الامور. الله يوفقك ان شاء الله. يعني هذا احلى شيء واجمل شيء صار وياك ب 2023. انا اشعر هذا الشيء هو اللي عندي به. اما سولف لي على الحياه، بالحياه روتينيه يعني، سواء رئيس الوزراء السابق او القبله او هذا اللي جاي. أنا كمواطن أنا من يعني أنا تاجر جملة هنا بأحد هاي المحلات، ما فرق عندي أي شيء، بس قمنا نكوع من جيبنا من صعد الدولار، كان 125 130 صار 100. كان مقدور عليه. إيه هسه قمنا نكوع من جيبنا وضرائب يعني فرق يعني زي. يعني بالشدة تقريبا حوالي 400 يعني 500. كتجار ما مثلا خلينا نقول انه ما لمستوا شيء من الحكومه يخدمكم؟ لا لا دوله مسدنا انت ابد ماكو اسناد. ممكن شفت الناس انا المواطنين قابله الناس بانه جسر صار كم مشروع انبنى، فقالوا احنا قابلين على رئيس الوزراء. ما يكفي قياس هذا. انا قلت انا طبعا ما يكفي، يعني رئيس وزراء المفروض صلاحيته يغير هواي اشياء. سلموا لي على رئيس الوزراء، قل له محمد كاظم ابو حنين تاجر من تجار الشورجة مهندس زراعي يسلم عليك. قل له ماكو حل لهذا البلد والناس تدعي لك الا ترجع الصناعة، الا ترجع المعامل. اذا ما رجعت المعامل والصناعة ويقللون شوية الاستيراد على ما تنهض الصناعة المحلية، قل له انت مشكور تبذل اللي تقدر عليه. زين بس اكثر من هذا ما نقدر نقول لك. الشعب ما يستقر الا اكو عمل حقيقي بداخل البلد، مو بطاله مقنعه. هذا اشرب شاي ابو حنين. احمد الله والدي. هذا اللي دي يحدث بطاله مقنعه، يعني انه الدوله تعطي رعايه اجتماعيه من هالاشياء، هذه هيك بطاله مقنعه. يعني انت بدل ما الشاب تقعد تعطي رعايه اجتماعيه تصدق عليه وفر له عمل. يعني وهاي توفر له العمل مرات انه صح. احنا نقول الوزارات ما تكفي، ممكن درجات الوظيفيه والميزانيه، لكن مثل ما قال ابو حنين انه إذا رجعنا للصناعة الوطنية، شغلنا مصانعنا، معاملنا، شبابنا راح تشتغل. صح. صح لو مو صح؟ صحيح. شنو أحلى شيء صار وياك بال 23؟ تعرفت على الخال الطيب. والله هنيالك، هلا أبو حنين؟ إيه، أبو حنين إنسان خال طيب، محترم، من أهل بغداد، وإحنا اليوم ضيافة يمه. خطارك اليوم؟ نشوف ضيافته اليوم. شو اشتغل؟ أنا عندي محلات بشريفة. وين؟ عندي محل بالعلوية الشريفة سلام الله عليه. نعم بالحلة؟ نعم. زين وشغلك شنو هناك؟ خير. محل مال ألعاب أطفال. زين الحمد لله. أبو حنين ملاعب أطفال؟ لا لا يعني تاجر جملة مال أحزام، فهو يضيف فقرة أحزام للمحل. شو
شلون العاب وحزام؟ ترهم ترهم. بس ما شلون ترهم؟ مو عندي محل ملابس بصفه. اي مو يعني الحزام ينباع وين الملابس؟ ما ينباع وين؟ صح صح. ذاك اليوم؟ ضد الطرفه خلي ضحكك ابو هني. سبت لابت الوحده حفافه وكيك. يعني تحف وتسوي كيك. ماكو ربط. ماكو ربط اي. الناس اللي تعيش. بدي لي ياكل لفه جيمر ويخلي عليها شويه طرشي. ما ترهم. اي الله لا داعي فيه بالغالي هلا فيكم. ان شاء الله رب السنه يعني سعيده عليك بالمقبل. يا رب سنه خير على الكل يعني ان شاء الله. والله هذا شارع الرشيد. يا اخي احنا بس نتمنى سويتوا شارع المتنبي سوينا شارع الرشيد. ما يحتاج له هواي يعني هسه حتى شارع المتنبي من سووه مجرد اضاءه وصبغ زين مرتب. نعم هاي البنايات كلهم بنايات. ايش قد يعني؟ والله ما يكلف. هم قالوا شركه استراليه جايه ترممه ويوميا موعودين بي. كان عندنا رصيف يخبل ها الدوله مسويته. اجوا يشلعوه وحنسوي لكم رصيف جديد وهاي السنه رقم 15 والرصيف احنا كل المحلات نصبه. بس تخيل ابو حنين يعني هسه على هذا الترتيب اذا صار اعمار جديد شلون يصير الشارع؟ انا حقول لك الشيء انا عندي صديق دزيها مباشر في فرنسا قال والله العظيم نفس البنايات ما شارع الرشيد في فرنسا بس نظيفه مرمميها وحلوه نفس الشارع موجود في فرنسا. لو احنا الشيء هذا اللي مسناه ليش في فرنسا؟ المتنبي هسه من تدخل له هو نفس البنايات بس اضاءه وصبغ. بس اضاءه وصبغ. واحنا شيء ثاني احنا بلد عندنا امكانيه والله قهر هذا اللي نسولفه. والله عندنا امكانيه وعندنا يعني افذاذ يعني عندنا الشباب يعطيهم طاقه ويعطيهم مجال يخلقوا لك المستحيل. وهذا الجيل الجديد اللي يقلدون عليه جيل البوبجي لو جيل الانترنت والله العظيم يمتلكون ذكاء وحنكه وقوه وصبر. اي والله العظيم الا يبنوا لهذا البلد ويسووا عمار. بس اعطيهم فرصه. بس اعطيهم فرصه. بس الله ولا يراجعون. نقول بلك يا الله تجي الفرصه. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. ان شاء الله. نشوفك على خير عمو. يا به انت تريد فرصه؟ اي فرصه. شو تريد فرصه؟ شلونك؟ الله يسلمك. ابو حنين يقول الشباب يردون فرصه. اي والله. انت شنو الفرصه اللي تحتاجها؟ يلا خلي اكون اليوم وياك اليوم المصباح السحري. نفترض. والله انا ايش اقول لك يعني؟ يعني الشغل شويه تعبان حركه. خوش. وانا مقدم على تعيين هم هسه الفرصه اللي تريدها شنو تعيين وين تشوف نفسك انا تعيين هسه لو يعينوني ويحملوا على ظهر قرده قابل لا هسه انت الفرصه جاي اقول لك اللي تحتاجها شنو تعيين تعييني وين بيا مكان باي شيء باي مكان اقول لك يعني لو يحملوا عليه قرده بعماله وبس اسمه تعيين اتعين والله سان لو يسالون هذا السؤال شنو تحتاج يعني هو سؤال غير اقول مثلا فد مقاول وعندي مشروع 70 دونم ابنيهن واسويهن مول هذا مستحيل يصير هسه انت هم مستحيل هسه تسوي مستحيل انت طموحك تريد تعيين ودربه ما تصير لو ما تصير عد ربك مو بعيد لا والله انا طموحي يعني صدقت بالله الكريم طموحي غير جديات تريد انا طموحي اطلع خارج البلد لين البلد هذا المشروع وهذا الطموح يعني تدري مال من؟ مال ذول القديمين من كنا نشوف بالافلام ندور له وربوين ايش قد حلوين. لا ماكو واحد راح ارتاح. انا اخوي مسافر هناك صار من 2014 وين؟ في لندن. ودعتك توك توك ما يقدر يشتري هناك. لا عايش خير من الله لا يسولفوا لك عايش خير من الله. يعني هسه العراق تعوفه. اعوفه لان العراق راح ما وفر لي. العراق راح العراق. لا العراق ما راح. لا والله العراق. والله ما راح العراق هاي احنا عايشين بالعراق. احنا عايشين بالعراق بس احنا طبقه فقيره هواي اكو طبقه فقيره هواي امتلت طبقه كل بلدان العالم هيك. ماكو نفس العراق ماكو كارثه. وانت ما رايح وشايف. مشكله مشكله. اذا تروح هناك لاوروبا شو يشغلوك؟ يشغلوك بمطعم تغسل المواعين. عادي ما فيها شيء ولا عمره 60 سنه يدفع بعربانه. وين؟ هاي ستون اللي قدام واحد هسه ما يخالف ابو 60 سنه اقول لك عندك راتب رعايه اجتماعيه ما عنده رعايه روح راجع شو راجع رحمة لاهلك انت ما تدري بالدوال الدولة يا اخي هسه الاجراءات سهله صار لها سنه هسه غير واحد يحكيها الاجراءات سهله صار لها سنه بس احنا بينا ناس كساله ما يروحون ما يردون يوصلون والله ما اعرف بعد ايش قصر لك بالتيك توك؟ انا صار لي 5 سنوات والشغل ببابي شركه صار لي 5 سنوات 2019 لحد الان والشغل شلون؟ الحمد لله بس شويه الشرطه مضايقين المرور مضايقنا طلعنا رقم ما خلصنا بدون رقم ما خلصنا ايش تسوي؟ عيشه صعبه عيشه الحلال تصير صعبه ايش تسوي العاد؟ عيشه الحلال صعبه ايه بس طيبه بنفس الوقت اي طيبه بنفس الوقت احسن ما نمد ايدينا لا ولا تمد ايدك شاب بعدك تخبل طق بالقاع وبحيلك انت دام بهاي العمر منتج
شو وقت تنتج؟ الحمد لله نعمه فضيله عايشين هنا بخير. لا والله هسه ما قلت لي هذا طموحك تتعين بس؟ هاي طموحي يعينوني يعينوني يحملون علي قرده قابل وحق علي زين ليش تعين؟ يحملون علي ما يعطوني اكل اروح اشتغل عمالي حتى لو يحطوني في صحراء وماكو يم اكل شنو انا اخذ هاي الجونيه مال التمر شنو هالوزه هذا من التعيين ليش؟ احسن يا اخي شوف مستقبلك هسه لا متزوج وانت يا مستقبل تقول بالصحراء خلوني اي خليني بالصحراء بس وينك المستقبل؟ تعين مين خليني بالصحراء غير انزل لها الخو ما اظل بالصحراء انا بالصحراء وحدي زين شنو المستقبل بالتعيين؟ مستقبل تقاعد بس لا مو قصه تقاعد يعني عريس يعني هسه المستقبل الجهالي هسه ذا عينه هسه ذا تتعين وراتب 600,000 اتزوج بس انا اذا اسالك اتزوج وانا عندي تيك تيك زين باكر عقب وين بالشارع طقت السياره ومتى يا لي عيشه والله العظيم بالتيك توك تطلع اكثر من التعيين هسه يا لي عيشه شوف يا لي عيشه شوف انت ب 600,000 تعيش 600,000 اي عيش ايش ما عيش بالتيك توك جاي تطلع 600,000 اقول لك وينك 600,000 احمل والديك وائل ذله اي والله ذله انت جايبها بشرف انا اقول لك زين هسه اسولف وياك انا قد ما تكتكي قد ما احبها وهاي كتبت لها ابو ذيه كتبت لها ابو ذيه تحب وحده على التكتك مالتي لا ما احب احب اسمي والله والله ولد هذا يحب التكتك انت اذا تحب ابنه ايش تكتب لها؟ بس انا تكتب تكتب لها الجنان المعلقه اللي بلغ كتبت لها كتبت لها لوحه تسمع التكتب كاتب اسمعك يلا نسمع التكتب نسمعك كاتب لها نظام هذا عاشر التيك توك سنتين خمس سنوات كتبت كتب لها ابو ذيه انت من تحب شو تسوي؟ تنتعر انت دبراه من الجسر عزيز طلع كلمه ابو ذيه مالتي حيدر الكوري حيدر الكوري حيدر راهي كلن اللي يقول له يقول اصبحت ما تكتكان اصبحت ما بيوع برخص تكتكان الزمن سطرات بيه تكتكان علي العبر اليوم يتقلب تكتكان تطير كلف تتقلب علي الله صايحوب مدح بالشغل تكتك مالتي عشاق العواقب ايه بس انت ما متغزل بيه عنده وايد متغزل بيه آه. وعلي يلا نشوفك الله يسلمك شلونك شلون يعني والتعيين افضل لو قوتك اليوم افضل خلنا خدمه لنا يلا سولف انت وين التعيين وين التكتك فرق لو لا فرق شوف تدري اكو تعيين اكو تعيينات تدري قد رواتبها 350,000 كان راح اروح على ابو 350 تمام اكو ناس موظفين اقول لك موظف حكومي راح اصير موظف راتب 400 500 بالشهر ركضت على ابو 500 هسه وين تريد نركض؟ خلي في على ابو المليون خلي اخدم لك هسه انت معنا كيف اخويا ابو التيك توك اولا هي ذله حلو؟ شلون ذله؟ ذله مو ذله يعني ابو المرور ركض برا ابو الحرس ركض برا هذاك خليه يصور الولد شوف ابو الاذاك شوفه حافظ القاضي قاطع الشارع احنا شغلنا بشارع رشد وين شغلنا يابا؟ هذا من حافظ القاضي سوق العربي انا ركض للسنه شد في ترى يعني سولف 350 وفادنا الملايين منا اي شغال هذا شغلنا احنا ذله لو لا هاي شو يسمونه؟ مو ذله هذا شوف قطعان رزق خالد ولا قطعان رزق بس بقى هي اكو صعوبات بالحياه هسه حتى الموظف حتى الموظف تلقى بدائرته هم تلقى هاي التحديات العده ممكن ازعاجات ممكن مضايقات لكن بالتالي احنا اليوم من جاي تشتغل وجاي تجيب قوتك بيدك تعال تفضل زين وتجيبها بحيلك فانت بالعكس انت مو ذله اقول لك هذا جهاز شغل هذا شغل شغل احسن من يقعد بالبيت احسن من المدديين طلع لنا العشرة 15 احنا من الله صحيح والله العظيم فدي شنو ترجع لها للواقع هذول ماك يعني كل احترام ما عندهم هسه انت لو خلي سيل امر العالم هو انا متعافى اطلع للشارع لا وين بيسكن عمي بالمعامل بالمعامل تدل المعامل لو لا فوق من حي النصر انا بيتنا هنا بالمدينه احنا جاي عايفين بيوتنا وقاعد على باب الله لو لا نجي هنا وهذا من الصبح قاطع الشارع. شو تسميها هاي؟ تسميها. خليني اسالكم سؤال. جواب. 2023 شلونها كانت وياكم؟ والله يعني كشغل ك يعني بشكل عام كسنه عشتوها من حياتكم. لا والله مو زين. من ناحيه؟ من ناحيه اول ما بدا 23 ركضوا علينا على ارقام. ركضوني. انت هم تكتب؟ اي هاي تكتب. ركضوني. جاب اجيب الرقم حط الرقم مد الرقم جيب هاي. وهي صايره لحم. سارة تعب ثلاثة ايام يلا طونا سنوية يا بطينا لوحة لوحة مال التيك توك ايش والله الرقم والعباس 305
لو حمد تيك تيك ما اعطوني 450 وبعد ما هسه انت بس وقف لك النفتين 450 وبعد ما قوة اقتنعوا ابو الهزاز يقول لك انت مو عندك سره الهزاز اي ابو الهزاز مو سره منه واللي غاد يعني طاخ من القاطع مال المرور عابر القوس مال بغداد هاي عابره اجي اقول له سي الامر تاخرت يعني انا اجي بنص الصبح للعصر لا يروح للسره والله قال له سي الامر قال له 25 شو تسوي بهالحاله هاي اكو موظفين اكو موظفين صح انا لوحه يقول لي ماكو لوحات يعني ليش رقمت انا ماكو لوحات اي والله زين انت انطيت 350 ها؟ انطيت 350 بس اللوحات ما استلمت ما اعطانا بس انا وين؟ هسه عندك من اصدقائك شدوا لوحات؟ هاي قديم بال 21 رقم هم جاي يوقفوهم؟ والله بروني يوقفونا بس احنا جاي يوقفونا يقول وين لوحه؟ نقول انت ما مطين لوحه زين واذا اكو لوحه مثلا بروني لا يوقفونا لا يغرمونا قاموا ياخذونا ما يغرمونا يكتبون غرامه ياخذنا القاطع يشيلك القاطع ايه هاي شنو؟ والله ها وعلي هسه 23 شلون؟ والله تعبانه سنه تعبانه شنو مثلا انت راح تجددها لو راح تطوعني والله العظيم يسولف على 23 اجتك ال 24 حلوه نفس الطاس ونفس الحمار لا ودا. لا والله ترى بيده الانسان بيده صار له كم سنه الانسان بيده على سبيل الجخر يسوي لنا حل بيدي بيدي شلونك؟ ها شو يبيع اكياس خطيه شلونك؟ تعال تعال هنا تعال تعال كل عام وانت بخير تعال هنا شلونك حبيبي؟ وسيبك عيني وسيبك اخوي اسمي رياض اسمي رياض اني ايش قصار لك هنا؟ صار من 2012 ابيع علي كلينس وقبلها يعني قبل جيت اشتغل بالعربانه شغل بالعربانه ايه زين ليش عرفت العربانه والتجئت للعلاليق؟ تعبت لو فلوس احسن للعلاليق مو صاعد فلوس وقلت ابيع علي كلينس صاعد فلوس بس اليوم جاي تبيع لو لا؟ الحمد لله ابيع الحمد لله وين العلاليق؟ شنو تفتر تعال تعال لا تجيب شنو تفتر؟ ايه تفتر ايه شنو اللي تحتاجه؟ شو احتاج؟ يعني رعايه عندك؟ لا والله ما عندي رعايه ما عندك ليش ما سويت رعايه؟ ما انا سويت رعايه بس ما طلعت ما طلع اسمي لا لا انت لا تراجع ترى بسرعه تطلع هسه اليوم الاجراءات شايف جد يردون؟ بس باوعدك شايف جد يردون؟ انت بس وقف شايف جد يردون؟ بس شايف جد يردون؟ بس خليني احكي لك بس وقف ويطلع اسمك يردون مليون ويطلع بس وقف هذا الحكي يروح الحسي يجوز قبل بس هسه اليوم هاي هسه هسه وهسه انقطعت السادسه مدري الخامسه يلا على وادا طلعنا يلا يلا ليش ما رعاية تسوي؟ لا بس ما طلع اسمي والله ما طلع اسمي ايه هات منار شوفه تسلم اخوي تسلم اخوي تسلم الله يسلمك يلا شنو نتمنى لك في 2024؟ ان شاء الله خير ان شاء الله خير شنو بال 24؟ بال 24 راح ينزلون لك تروزات 23 حجي خلينا نشتغل على شارع العم على طول انت هسه بال 2024 كنت تاخذ لك تكتك كشمار كشمار وين 23؟ 9 ملايين 9 ملايين جديد 9 ملايين جديد ب 9 ملايين ولد والله ايش قد تطلع فلوس؟ يا ايش قد؟ ايش قد تطلع فلوس 9 ملايين؟ 9 ملايين يا شيخ يوم 50 يلا اتمنى لكم سنه يلا خالي ورب يوفقكم بس مو سده خاله مو سده وكون ما تكتبون ابو ذيه مثل ما كتب بالاخ زين لا تنسى الرعاية وين الرعاية؟ إن شاء الله الرعاية هسه نبدأ بها نعم مشاهدي الكرام متواصلين وياكم من الشورجة وبتحديد شارع رشيد خليكم طبعا اللي شد انتباهي حتى اجري اللقاء وياك شفتك واقف هنا وتقرب تمثال عبد الكريم قاسم أيوة. اريد اعرف ليش مو هذا تاريخ العراق كله هذا تاريخ العراق هذا يوضح لنا شوف هذا الشخص النزيه شخص اللي حب الوطن صراحه يعني اللي سعى بكل طاقته انه يبني هالدوله هاي بس مع الاسف راعب هالمأساة هاي زين انا ممكن عد اشكال بوصوله للسلطه كل اللي وصل للسلطة بالدم مو بس هو بس ولا تاخذ عليه اشكال عليه ليش الناس اللي وصلت وياه قد يكون مو ذنب اللي وصلوا وياه مثل عبد السلام عارف نعم. انا رجل هم عارف رجل قومي هو زين. من القوميين معروفين نعم. بس اخذ اشكال على عبد السلام عارف انه راد يبيع الدوله تدري مثل ما تعرف تاريخه ويا مصر زين
فهذا رجل نزيه يقول لك كان الدوله تبنيها شكم تطيح المصر. هذا حقيقه رايه هو الشخص هذا، بس قول لي اخشي وياه؟ لا انا اقول لك لا، شجاع اللي يقابلهم ويطيح وياه شخذ وياخذ بس الحب الناس، ياخذ حب الناس وياه المناسبه، حب الناس اللي كان صادق مو كاذب يعني. ولعدل انا الناس تحبه، والدليل انه تمثال للامور. مع العلم ما حد يعرف شنو مذهبه هو، خاف واحد يقول لك انه هذا شيعي لو سني، ما حد عرف شنو عبد الكريم قال شنو مذهب اصلا، اليوم ما جاب مذهب يا رجل هو. لحد الان ما حد عرف شنو مذهبه. وهذا الحلو بالموضوع انه اليوم انا دائما احكيها اقول انه اتمنى انه الناس من توصل للسلطه ما تباوع انه بقوميه بطائفيه كذا بقدر لا. ما خصوصا ان انت اليوم الصفه تحتم عليك كرئيس وزراء. هذا العراق هذا بخيت، العراق دولة شور اكيد والله العظيم هم جربه طبعا بالمناسبه يعني زين، فكل واحد يدق ناقصه وياه يبوقه يسرقه يخونه يبيعه والله تطلع بعدين، بس يبقى شريم محبه الناس اللي شوف هسه الناس دائما تجي تحبه تعرفه ما تعرفه، بس انه تاريخه يمثل تاريخ العراق كله هذا زين، تاريخ الجمهوريه حتى الملكيه وصلت بالدم. ليش الملكيه جت هيك بالهين يعني بالمناسبه يعني انا رجل انصار الملكيه انقلابات الدوله العباسيه احسنت، بس احنا شو نقول؟ احنا نفتقد نزاهته. حكم وراح ما دراهم بجيب، انا الوالد نقل لي والله دراهم بجيبه وطلع بالمناسبه كان يقدر يقاوم، كان يستعين بالاجنبي يقدر، لكن ابا هاي يعني. لا انت بالمناسبه انه هاي الامور ما بجيبه ولا فلس دنانير بجيبه، بس هو بالتالي منقدم لك مشاريع لحد الان احنا عايشين بيها خمسينيه تبع العبد الكريم قاسم، احنا ما لقينا مشاريع مثلا، ممكن مشاريعنا لحد الان بفضل هذا الزلمه. اجت ناس للسلطه طبعا بالمناسبه، هو مو الشعب سقط عبد الكريم قاسم، لا ناس خونه ركبوا على اشتاف احسن، لا البعثيه والقوميه في ذاك الوقت القوميه تحكم كانت زين، اتهموا بالشيوعيه رجل بعيد عن الشيوعيه اصلا هو، لكن شنو مبادئه كان اشتراكيه فاتهموا للشيوعيه رجل مو شيوعي هو. فنفتقد عبد الكريم قاسم الله يرحمه، هاي رايي الشخصي، الناس اللي تلعبك بكيف هاي حتى الناس، انا حتى من اقول انه عندي اداء عندي يعني عندي اشكال على وصوله، لكن بالتالي مو على عمله، عمله يحكي. اكو ناس ظنا منهم انه رجل يعني مع احترام يعني انه رجل شيعي فتكره بهالكره هذا، لا يا ابو رجل لا شيعي ولا سني شيعي مسيحي صابئي اي مهما يكون مسميات، بالتالي هو عراقي خليج الشريف، بالتالي هو عراقي وحكم مقدم. اقول لك هسه احنا ليش حسقيل وزير الماليه او المصالح الماليه هو رجل يهودي، لكن اكو ناس وايد تحبه لنزاهته، نزيه هسه واقع هسه مو وادع لليهوديه. نعم ساسون حسقي وزير الماليه، لكن رجل نزيه هسه احنا ما لنا علاقه يهودي، بس هو يهودي ولا مو يهودي، لكن انا احترمه. احنا تقييمنا على اداء العمل احسن. الملك راد يشتري سياره، يا ملك الملك فيصل الاول، فيصل الاول ولا الثاني؟ لا لا الاول راد يشتري بالعشرين فيصل الاول، اي هو بملكيه، فهو يعني تصور هو يعني وزير مالي يرادوا ياخذ منه قرضه حتى يشتري سياره، ما قبل ينطي، قال عمي مو املاك املاك الشعب ما ينطي، رجل نزيه اي ما ينطي. نفتقد عبد الكريم قاسم وامثال عبد الكريم قاسم بالنزاهه. زين انا اسال سؤال، انه 2023 شلون كانت وياك؟ ولا الحمد لله هي اذا وياي انا ويا المجتمع معناته وياي، اذا الناس مرتاحه انا مرتاح حقيقه يعني. لا قصدي على المستوى الشخصي ايش تحقق؟ الحمد لله والشكر. شنو تحقق؟ والله انا اشوف اتحقق اشوف نوع من الامان عند الناس، واكو مبادره عمل عند الحكومه يعني اكو شويه مشاريع وهذا انا هم مرتاح من عندها، في ازدحامات اشكالات الصحه زين، التعليم شويه بدا يعني انا شفت هسه قرارات ما وزاره التعليم عن البحث العلمي، يعني اشوف اكو خطوات تبني البلد. اقدر اسال شنو تخصصك؟ تفتر لي ايش انا رجل بس لا بالعكس انا رجل عسكري. عسكري؟ لا حاليا بالوقت الحالي عسكري. وما زلت تمارس الحمد لله وشكرا. بس ما شاء الله عليك مبين يعني هواي اهتمامات عندك. انا قياده قوة جويه، هم ناس شويه متعلمين وقياده تعب على نفسها يعني حقيقه. اطباء مال الداخليه الله يخليك، وحاليا ادرس قانون. ادرس قانون احسن جامعة الإمام الصادق. يعني بعد هذا العمر كله رجعت للرزق؟ إيه ما بيها أشياء، لأنه يعني حرمت من عنده بال 94 وهسه رجعت الحمد لله وشكرا. مرحلة ثالثة والله. ثالثة. إيه. يا رب التوفيق. شنو غايتك من هاي الدراسة؟ والله الشهادة حلوة. الشهادة. الإنسان إيه نعم. ما عندك بكالوريوس؟ لا والله ما عندي، انحرمت من عندها يعني صار الظروف شوية. زين. وانحرمت من عندها. وهسه رجعت كمل. الحمد لله وشكرا. بس حلو إنه هذاك واحد يبقى مصر هيك على هذا الموضوع. يعني هذا العمر مو قياس، عمر مو قياس والله صحيح.
ابد ابد والله. الله يخليك. الله يسلمك. اشكرك رحم الله والديك. 24 يا رب ان شاء الله تكون خير. على العراقيين كلهم ان شاء الله. ان شاء الله عليك. الله يخليك. تسلم ملايغات. نعم مشاهدي الكرام، بالتالي مثل ما شفنا الناس انه اللي موجودين يعني بعضهم من حقق اشياء حلوه بسنه 2023، بعضهم من شاف اشياء حلوه على مستوى المجتمع بشكل عام على مستوى الخدمات، لكن الناس ايضا بالتالي انه تطمح للمزيد، وهذا حقهم باعتبار انهم مواطنين وهم البذره الاساس، يعني سواء انه السلطات تقدم لهم او باقي المنظمات. رسول شلونك؟ حبيبي شو اخبارك؟ والله الحمد لله. شلون وضعك؟ والله زين. الدولار صاعد نازل اليوم؟ اي صاعد. صاعد ولا نازل؟ صاعد والله. ليش اليوم؟ مو ب 53؟ اي. ها؟ اي. ايش قد صار لك بهاي الشغل؟ قديم. ايش قد يعني؟ 8 سنوات. 8 سنوات. زين ليش هاي الشغله مو غيرها؟ وين نروح؟ ما عرفت وين تروح؟ اي والله. ما لقيت شغل؟ وين اكون؟ ما حد يشغلك. لو شغلتك مريحه مرتاح لك. هو ما حد يشغلك. زين ورزقك زين بيه؟ اي زين الحمد لله. ها والله على الله. من البي الساعة تجي البي الساعة تروح؟ 7 اروح بثلاثة بالاربعة. 7 الصبح؟ اي. وثلاثة؟ اي ارجع. زين والعربانة ترجع بها يا الحصان؟ اي. وين بيتك؟ خنبر علي. ايش قد توصل بالعربانة والحصان؟ ربع ساعة. ربع ساعة. وايش قد صار له؟ صار له هواي. مو متعبة؟ لا لا. ها. لا والله. زين مداري بالاكل؟ اي مداري. ترى هذا بذمتك يعني؟ اي والله. غير عيشتي عليه. عيشتك عليه. شلون بداري بالله؟ خليني اشوفك شلون تعمل. جت بنت كل شيء ذبلة. خلي له مكان يرتاح فيه. اي. سو شو يعرج؟ لا ما يعرج. هذا هو بدلته له؟ اي مبدلين، امبارح مبدلين. ليش بالله تجيب لهم ذني حلوة؟ ذني يطلع عنهم 5000. كل ايش قد تبدلهم؟ كل اسبوع، كل 10 ايام. والدكن علي؟ اي دكن علي، اي عمي دكن. اي. اه. هو ايش قد صار له عندك؟ صار له قديم. يعني؟ 9 سنوات هيك عندنا. بس هو هذا عندكم؟ لا عندنا خير من الله. قد عندكم؟ تقريبا 7. الغاليات لو رخيصات؟ لا غاليات بين. يعني فيش تقريبا؟ طلعن بمليونين اكو بمليون ونص. حلو. اي والله. زين هم بين مثلا اوراق كذا؟ لا لا لا. بدون اوراق؟ لا بدون اوراق. زين شغلك زين؟ اي الحمد لله. و 2023؟ لا لا سولف لي شلون كانت وياك؟ طايح حظها. اي والله. من يانا هاي؟ كل شيء. يعني؟ كل شيء جابت لنا حجي. يعني 2023 بالنسبة لك ما حققت بها شيء؟ لا ما حققت. ولا طموح ولا حلم؟ سنة طب منا لهنا. أنت مخلص هنا بالشغل؟ إي. صار لك سنوات، يا مواليد؟ أني 2003. 2003. تعرفت الدراسة؟ إي عرفت. يا سنة؟ قديم أني. ليش؟ تقريباً صف الخامس وبطلت. زين شو تتمنى هسه على 2024 يكون لك شيء؟ تحقق بها شيء غير يفتحون تعيينات؟ بعد غير التعيينات؟ امش تعيينات حينونه. انت رعايه عندك؟ رعايه؟ لا ما عندي. ليش ما مقدم على الرعايه الاجتماعيه؟ من يطي؟ كلها بفلوس. رعايه اجتماعيه؟ اي والله كلها بفلوس. لا هسه مشت الاشياء وبسيطه وبسلاسه قامت. عندك عرف تمشي. زين. ما عندك عرف ما تمشي. والله. هسه ايش تتمنى بس تعيين؟ بس تعيين يفتحون. اتمنى لك التوفيق. حم الله والديك. وان شاء الله نشوفك افضل. حبيبي. زين خلينا نختم وياك وكون ان شاء الله من اجيك ب 2024 يعني هاي ان شاء الله صار اجيك ساره العربان. اي مو بعيده على ربه. اي والله مو بعيده. مشاهدي الكرام وصلنا وياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، وبالتالي هاي الناس وهاي طموحاتهم اللي نتمنى انه تتحقق بسنه 2024 باعتبار انه خصوصا طبقه الحمالين اللي موجودين هنا باعتبار ناس مناضلين ومجاهدين على عيشتهم سنوات صار والاشياء والتعب يعني بعملهم الشاق، فنتمنى انه يوصلون ويحققون طموحاتهم. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كاد العمل، الى اللقاء.